سعيد بالصحة هنا. كوم خويا دابا حنا في اجواء العيد بعرفي هذه الثلاث ايام الاخيره من اقتراب عيد الفطر المبارك، كنحاولوا نتقدموا ما تيسر من هذه الحلويات بهذه المناسبه الغاليه، ولكن كنلاحظوا ارتفاع الاسعار. ارتفاع الاسعار هو اللي فهمتيني ما خلاش المواطن كيفاش يدوز هذه حلاوه العيد. فيما مشيت كاين الغلاء لا في الخضار في الحلويات في جميع المواد الاساسيه التي يحتاج لها المواطن ارتفعت. ونتمنى بالله بعد عيد الفطر يكون فاتحة خير ويمن على المواطنين، ويحاول يشوفوا من هذا المواطن المستضعف لأنه راه تهلك بزاف، ويحاولوا ينقصوا من المعيشة ديالو لأنه معظم المواد الأساسية اللي يحتاجها المواطن ارتفعت. ولهذا يجب على الحكومة وعلى المسؤولين في هذه البلاد يراعوا مشاعر هذا المواطن، لأن هذا المواطن كما كنقولوا باللغة بالدرجة ديالنا راه درويش. لهذا خاصهم يشوفوا مباركة من هذه الزيادات اللا مسؤولة، وكنطلبوا من جميع المسؤولين يراعيوا لهذا المواطن المغلوب على امره. سعيد بالصحة وهنا وعيد مبارك سعيد ان شاء الله بصحة وسلامة، كل عام وانتم بخير ان شاء الله يا ربي. وطبعا اجواء العيد كما كتعرفوا الحمد لله ما كاينش احسن تقاليد المغرب، وحنا كنفتخروا بتقاليد المغرب وكنعتزوا بها، وطبعا كنوجدوا لها بالفرحة وبالسرور ان شاء الله، وكنجمعوا العائلة الأحباب وكنا نباركوا الأعياد ونتسامحوا ونتغفروا، والله يتقبل منا الصيام. أنا شخصي لأن أنا إنسانة موظفة وكنخدم، ما كندركش نعدل الحلوى. قبل كنا كندركوا والوقت ما كيزحمنا ما كندركوش، سو كيفي كنضطروا نشريو الحلوى، ما عندناش اختيار صراحة. يعني كنتمنى أن نعدلوا الحلوى، لأن الدار كتكون يعني بالوفرة، ولكن مضطرين ما عندنا ما نعملوا. المرأة العاملة هذا هو الحل ديالها. بهذه المناسبة ديال اقتراب العيد العائلات مشغولين وهذا، ما كيبقاش عندهم الوقت باش يصوبوا الحلوى كما كان شحال هذه، وبالتالي جينا لهذا المحل هذا نشوفوا شي حاجة ونفرحوا الوليدات ونفرحوا العائلة إن شاء الله، والناس يفرحوا كاملين. ونتمنوا هاد الناس هادو اللي مسؤولين يراعيوا شويه الضعف والمستوى المعيشي ديال الناس باش تكون الاثمنه مناسبه والناس كاملين يفرحوا، ويراعيوا شويه في الاثمنه ديال الاسواق وديال السلعه، لانه هذا الشيء هذا اللي طلعوا واللي وصلوا ليه راه بزاف. وتنشكركم. هذا العام هذا راه بزاف كاين ارتفاع في جميع في الحلوى في الاسواق في الخضره في الديسير في اللحوم في كل شيء، جميع الحوايج اللي فيهم نتمنوا انه يلقاو شي حل ان شاء الله للناس، لانه باش يقدروا يسيروا وما وباش البلاد ديالنا مزيانه وهذا، وبغينا نستمتعوا حتى حنا بالخيرات ديالها. المهم صراحه ما كيبقالناش الوقت يعني اللي نعدلوا الحلوى في الدار، وهذه كيجيو لنا هنايا بحال اللي كتعملها في الدار كتعملها هنايا صراحه، وبالنسبه لينا مسلكانه حسن هيدا. المهم الحلوى يعني عندها تبارك الله منوعه، يعني دلاوز ديان مار عندها بالاشكال، يعني كتنوع الطبله العيد وكت هذيك مع العائله. وهذه كتعرفوا بمناسبه عيد الفطر ضروري كناخذوا شويه ديال الحلوى، حلوى مملحات كل شيء، بحكم ان الطبله المغربيه كيكون فيها كل شيء متوفر من الحلويات من المعسلات من كل شيء، كيف ما هو معروف عنا حنايا يعني البلدان الاسلاميه، ان ملي كتقام صلاه العيد كيجيو الاحباء ديالنا والاهل وكل شيء، كنعملوا الطبيلات ديال الشاي، كنعملوا حليوات، كنعملوا بزاف ديال الحاجات، يعني معروفه الطبله المغربيه.
الصحيه ملي كل ما كيكون فيها مزيون. ونتمنى ربي تعيدوا بالصحه ولهنا وشكرا بزاف. بمناسبه ديال عيد الفطر كنجي وكنتقداو الحلويات لان عندنا مناسبه كبيره كتكون العائله كامله مجموعه وخصنا ضروري تكون الحلوى موجوده. والحمد لله كنلقاو محلات اللي موفرين لنا جميع الانواع اللي كنبغيوها وبمذاق اللي هو مزيون بزاف. وهذا المحل هذا راه كنجولو دائما كناخذو من عنده. كنلتجئوا هاد المحلات حيتاش بالنسبه للوقت ما كيكونش عندنا الوقت نهائيا باش نحضروا هاد الحلويات في الدار. على هادشي الحمد لله كنلقاو محلات اللي هي موفره لنا كلشي بمذاقات اللي هي مزيانه واشكال اللي هي مزيانه بزاف. اشوفكم.